بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله.